إذا في الأخير وفي صورة مؤسفة وفي فيديو حزين جدا يعكس واقع الرياضة في الجزائر بشكل عام والملاكمة بشكل خاص، نشر بطل إفريقيا والمشارك مؤخرا في أولمبياد ريو دي جانيرو بالبرازيل الملاكم الجزائري الياس عبادي، نشر فيديو في صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي وبشكل خاص صفحته في موقع الفيسبوك صورة للملاكم فيديو أقول للملاكم الجزائري الياس عبادي وهو يمارس أحد الحرف التي تؤثر بشكل كبير على صحته، مؤكدا أنه لم يستلم شيئا من الوعود التي قدمت من طرف المسؤولين سابقا وخاصة بعد أولمبياد ريو دي جانيرو. شيء مؤسف والله. الله يبارك، أنا شاهد. شد كذا. قول حاجة. شافينا ما كان والو، اليوم نشوف حالة الرياضة في الجزائر ملك من الدوري، فوالا، الطريقة يا خي بطل متوسط، فوالا جوز أولمبيك، ثاني عالميا في بطولة العالم دبليو بي اس بي، اللي تأهل فيها وفي الأوائل يعني اللي تأهلوا عربيا وإفريقيا، الأوائل اللي تأهلوا، اليوم نشوف حالة الرياضة الدوري في الجزائر، كيف أنا نشوف ايش خدمه رئيس المملكه؟ هذا مرجع سلمي ولكن هل اسمع حد تاثر فيا انا بزاف الدوله الجزائريه وكذا ماهيش قادره توفر لنا بطل مصر شهريه عامل هذا كله بطل رياضي خاص بها كما شفنا بطل تشبيع وش صدري حرق اذا فيديو مؤسف حقا.